Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dhal jalali wal ikram wal mawahibil azam wa khaliqil halali wal haram wal muwaffiq man yasha'u min ibadihi ila asbabi wa mujibatil iltizam. Nas'aluka Allahumma an tuhyiyana 'alal Islam wa tumitana 'alal Iman wa turaqqiyana bainahuma fi maratibil ihsan wal iqan wal 'irfan ya karimu ya mannan. Allahumma ihfazna min kulli fitnatin mudillah washfina min kulli saqamin wa 'illah واغفر لنا كل معصية وزلة وثبتنا على الحق والملة واجعل لنا مذكرا ومعينا من عبادك الأذلة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا بفضلك من فتنة المسيح الدجال ومن سوء الأعمال وفساد الأحوال وفضول الأقوال، واهدنا لما يرضيك عنا في كل حال، واختم أعمارنا بالحسنى في خير وعافية وسلامة يا ذا الجلال. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.